في قناة بلاد تيفي الخاصة، نغطي الأخبار على مدار الساعة، تابعونا. السلام عليكم، شكرا بعد الجذب الصحفي اللي انتم كتواكبونا في جميع الاعمال الاجتماعيه. اليوم كنجيو لهذه المنطقه اللي هي اقليم سطات جامعه سقامله، يعني عندنا شراكه مع جمعيه ولاد سيدي بلقاسم، قاموا بواحد الحمله طبيه مجانيه متعدده الاختصاصات، وكنوزعوا حتى الادويه بالمجان. المهم لهذه الحمله كتستهدف واحد يعني الطبقه المعوزه، وراك عارف بالنسبه لهذه المنطقه هي منطقه شبه نائيه. العمل كيف كيكون؟ كنديروا واحد في الاخر، كنديروا واحد الرابور كنوجهوه للمندوب ديال الصحه، وحتى الجمعيه اللي هي محتضنه هي اللي كتقوم بهذا الواجب. هذاك الرابور تتاخذوا السلطه المحليه وتناخذوا حتى حنا تنحتفظوا به، باش من خلال داك التشخيص اللي دار كان يعني كنخدموا مع هاد الناس من بعد اللي عنده مثلا عمليه او لا. هذا الحمد لله على نعمه هاد الامو اللي دارت الحكومه، ويعني ولا ما بقيناش لاقين مشكل، اللي الناس كلها عندها امو كيساعدونا بهذا الشكل هذا. المهم كنشكركم بعدا نتوما، وكنشكروا السلطه المحليه اللي هي قايمه بالواجب، وكنشكروا حتى المندوب ديال الصحه اللي رخص لينا وعطانا باش نكونوا هنايا، وكنشكروا رئيس الجامعه، وكنشكروا الناس كاع اللي كيساهموا في الخير واللي كيساهموا في بحال هذه البوادر الانسانيه، وكنشكروا حتى الطاقم ديال المصحه الاوروبيه اللي تا هو جا دعمنا وجاو تما بالمعدات ديالهم، وشكرا لكم. انا دكتور زهير بن جلون، اختصاصي في الجراحه العامه. استدعتنا جمعيه الشباب لولاد سيدي بلقاسم باش نقوموا بهذا اليوم باش نقربوا الطبيب من المواطن في هذه المنطقه اللي شويه نائيه. حنا جينا بينا واحد العدد ديال الاطباء والزانفيرميي الممرضين باش نقربوا المريض دونك من المواطن. حنا كنشوفوا واحد المجموعه ديال الناس اللي تتعاني من امراض مزمنه او لا امراض حاده. عندنا واحد الامبولانس اللي راها واجده، لقينا ديجا واحد الحاله، واحد الانسان اللي ما تيقدرش يتنفس مزيان، غنديوه ان شاء الله توتويت بوغ لوسبيتاليزاسيون باش يدخل ينعس ونشوفوا التشخيص ديال المرض ديالو. المهم احنا تنحاولوا نقربوا ان شاء الله من المواطن، ونحاولوا نلقاو الحلول للامراض ديال الناس، والناس نقربوا منهم واحد مع هاد الناس ديال الجمعيه ديال الشباب ديال ولاد سيدي بلقاسم. شكرا. بمناسبه عيد المسيره الخضراء، نظمت الجمعيه المغربيه من ذوي الاحتياجات الخاصه بشراكه مع جمعيه الشباب بلقاسم، وبهذه المناسبه الجيده نتطلعوا الى ملك البلاد باحر التهاني والى الشعب المغربي، واطلب من الله العلي القدير ان يعيد علينا هذا الفرح بالعز والسرور. اما بالنسبه للجمعيه لقد استفاد منها 650 مستفيد، كما ان الجمعيه مخصصه بجميع التخصصات، منها الطب العام، الطب الجهاز الهضمي، والطب القلب، والطب الاطفال، والطب النساء. كما اشكر الجميع، كما اشكر مندوب الصحه، سعاده القيد، والسلطه المحليه، وكل من ساهم في هذه الحمله. كما ان الجمعيه عرفت طب العيون الذي لقينا فيها 60 واحد عنده جلالة وعنده طفر، ودابا غادي نسيفطوهم من كلينيك الدار البيضاء باش يديروا العملية مجانا. كل شيء باسمي وباسم باسمي كرئيس جمعية شباب سيدي بلقاسم للتنمية والأعمال الاجتماعية، وباسم ساكنة سيدي بلقاسم أود أن أشكر رئيس جمعية اليسر وكل أعضاء جمعية اليسر على وكل الأطقم الطبية على هذا القافلة الطبية الجميلة اللي استفدت منها العديد من ساكنة سيدي بلقاسم من عدة اختصاصات. مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أود أن أشكر كل الأطقم الطبية وكل الساكنة وكل الناس اللي ساهمت في تنظيم أو في إحياء هذه
الحافل او هذه القافله الطبيه اللي استفدت منها عده ناس اللي فيها عديد من التخصصات كالكشف عن سرطان الثدي وكمرض الجهاز الهضمي وكالعظام والمفاصل وعدة أشياء أخرى. ولهذا أشكر كل الناس وكل من ساهم أو كل من ساهم في تنظيم هذه القافلة الطبية من سائقين أو من أطباء أو من ممرضين أو من أعضاء جمعيات أو من كل الناس. أود أن أشكرهم بذكرى المسيرة الخضراء، هذا اليوم اللي كيعتز به جميع المغاربة، لهذا نظمت هذه الجمعيات بمشاركة هذه التظاهرة أو هذه القافلة الطبية اللي استفدت منها عدة الناس اللي كانت محتاجة لها. هذا القافلة اليوم جمعية لبعض أولياء سيدي بالقاسم جنة هذه القافلة الطبية قرب المواطنين بين هذه المسائل، ومع هذا اليوم العزيز على المغاربة كاملين، اليوم هو عيد المسيرة الخضراء اللي هي عزيزة في قلوب المغاربة. هذه القافلة الطبية اليوم باش تقربنا بها للمواطنين، والناس فرحانة بهذه القافلة، ونتمنهم الله يكون القافلة تدوز بخير وعلى خير. وبهذا الدور كنشكر من ساهم معنا من بعيد ومن قريب، وشكر السلطة المحلية، شكر السلطة المحلية، وشكر المندوبية الإقليمية ديال وزارة الصحة اللي هي ساهمت معنا في هذا اليوم العرس. نتمنى من الله سبحانه عز وجل لا يوفق الخير الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.